التوني تلاتين بالهارد يكون هنا نقطة من أخلاقهم. لاحظوا كل نقطة أخلاقهم. بالتالي بالتالي هاي يعتبرها كلها القمة التانية. رقم واحد إذا القمة الأولى القاعة الأول القمة الثانية هنا بتكون أوكي. النقطة من الأولى حتى أكون بعملية سلباي سيكون للاختراق إما مثلا أو من حد القناة الأولى لكن مع بدك إشي مضمون يكون في عندك دايفرجنس. هلا رح نشرحها فيما بعد. الأخ الآن دايم الغز أرجو إنه يكون فكر توصله. في سؤال؟ طيب هون مش فاهمين. طيب إذا أنا أشرحكم أعرف إنه هون نعتبرها القمة الأولى. بما إنه مستوى نزل تحت هون لم يرتفع إلى أعلى لم يرتفع هذا المستوى رجع هبط رجع طبعا السعر إلى وصل إلى هنا الحد فما يعتبر هاي القاع الأول. الآن هنا يعتبر هاي القمة الثانية. الآن هنا لما يهبط السعر إلى أدنى ارتفع إلى فما يعتبر هاي القمة الثانية. طيب ننتقل الآن للسعر الثاني. الآن تيجي تعرف القناة السعرية الجاية. طيب الصوت الآن واضح بالكلام الثاني. طيب تمام. الآن القناة السعرية الجانبية. الآن القناة السعرية الجانبية طبعا هي القناة السعرية بالبدء الأول أو ممكن نحكي إنها مش محددة الاتجاه. إذا كان صاعد هابط يعني والله مش واضح بالاتجاه ممكن هي شبه صاعد أو شبه هابط ولكن بشكل متذبذب يعني ما في عند اتجاه. أوكي واضح إنه ما في عند اتجاه لا صاعد جدا ولا هابط بشكل زاوية ما عندي. فبالتالي أكون هنا نعتبرها قناة جانبية سعرية جانبية. أوكي طيب الآن إحنا الآن حكينا إنه قناة سعرية جانبية. إذا بالملخص نحكي بأنه عندي أنا ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام قنوات وأشكال اللي هي الصاعدة الهابطة الجانبية. إذا الآن في أي سؤال؟ بشكل مختصر القناة الجانبية هي تذبذب. هي تذبذب السعر بشكل من القناة الجانبية. نقطة الأمام أحددها إزاي؟ إذا تقصد نقطة ستوب يعني إذا دخلت الصفقة إنه إيش إيش ستوب؟ أيوه الستوب ممكن يكون ممكن يكون هاي شمعة شمعة مرتدة من حد قناة أنت بتكون مثلا بعد ما دخلت دور بالضبط. أنا بقول لك هلا هلا أنت مثلا ممكن تكون إنه أنت دخلت مقترب طبعا حاجة للشرح فيما بعد لكن انت دخلت بيع مثلا عندك انت قناه صاعده اوكي تفضلت لديك مع مرتده من حد القناه دخلت عندها بيع فانت ممكن تعتبر بانه الشمعه المرتده واللي بينها واضح بينها العلوي واضح الهاي تبعها الهاي الخاص بهذه الشمعه ممكن انت تعد فوقها 15 او 20 او 30 بيكون عندك هو حد الامان تبعك الستوب اللي بحيث اذا تجاوز السعر بس رجع مره ثانيه هذه عندك هذا عندك اوكي استاذ حامد راح اجي فيما بعد. عندك هذا رقم واحد استاذ زيكو راح نجي رقم واحد هذه طريقه تحديد نقطه الامام. عندك رقم اثنين ممكن مثال مستويات فيبوناتشي ممكن رقم ثلاث من خلال حد القناة نفسه يعني ممكن انت ما يكونش عندك شمعة مرتدة ممكن يكون عندك شمعة بالغة. اوكي هلا بحكي لك استاذ ماجد كيف بيكون عندك الكسر او الافهم او حقيقي شو من بس الاسئلة لحظة شوي استاذ هلا احنا ممكن نحكي بانه عندك انت شمعة بالغة هابطة او صح يعني من احد حدود القناة ايضا هذا مؤشر بيني والله كلامي صحيح يعني راح يهبط السعر فانت ممكن يكون منابج شموع لحدود القنوات. رقم اثنين ممكن يكون عندي انا دايفرجنس ممكن يكون رقم ثلاثة كسر منتصف القناة. طيب
الآن نجي لكلام لسؤال الأستاذ شوي حامد. نعم أستاذ دايم، إذا بدك ترسم قصائد ترسمها على قاعين وقمة، أوكي؟ بحيث يكون القاعين أعلى من القاع الأخير، أعلى من القاع السابق، وقمة واحدة يكفيك إنك ترسم قناة صائدة، أوكي؟ ونفس الإشي، نعم، أنا بهمني يكون قمتين أعلى، القمة الأخيرة أعلى من القمة السابقة، نفس الشيء بس القاع واحد. طبعا ممكن تكون أنت ترسم قاعين بحيث القاع الأخير أعلى من القاع الأول، قمة واحدة، يعني مش مشترك بإنه يعني هو عنده بهمني قمة وقاع أو قاعين وقمة، بحيث يكون إذا كانت القمة الثانية الأخيرة أعلى من القمة الأولى بتكون إيش الاتجاه شو بيكون صاعد، وإذا كانت القمة الأخيرة أدنى من القمة الأولى وعنده قاع واحد ما بتكون قناة هابطة. الآن أخذ شو الأسئلة. طيب أنا معلش الآن في سؤال له معلش المادة اللي شرحتها الجزء اللي شرحته. في سؤال يعني إحنا حكينا من مختصر تعريف الحرم السعرية. قلتها إنها بتحدد لنا بالنسبة للسؤال الآخر حتى نشوف فائدتها. فقلتها بالمختصر إحنا أماكن الدخول والخروج من الفرص. أماكن البيع والشراء، أوكي؟ هذه الأهمية المثلة يعني إنه بتحدد لنا متى نبيع متى نشتري، ومتى وين نحدد الستوك وين نحدد الهدف، أوكي؟ طيب أهمية الشراء، أوكي رح أحددها يا أستاذ محمد، رح نحددها بالسعادات التالية، رح أقول لكم أهمية الشراء وأشرح لكم بعض الشراء المكاسب، أوكي؟ طيب إلى هنا أنا شرحت لكم الآن تعريف القنوات زائد اللي هو أشكال القنوات صاعدة هابطة جانبية زائد ماذا يعني على ماذا تستند القناة، على قمة وقاع أو قاع وقمة. طيب إيه الآن في سؤال الآن بخصوص الأخت إيمان، هو طبعا عندك قناة صاعدة أختي، عندك قناة صاعدة، لاحظوا إنه تم كسرها، لاحظوا إنه الشمعة اللي قبل كسر الشمعة الهابطة، لاحظوا إنه عندها الذيل المرتد، لكن ما ليست كافية وليست إشارة كافية للارتداد، لأنه إحنا لحد نشوف إنه الشيء في عنده ارتداد، لا يكون عنده شمعة واحدة فقط مرتدة، مهم يكون في عنده شمعة بارعة جنبها. أو شمعتين مرتدتين لحتى ولا أتأكد أقول والله إنه السعر الآن بده يرتفع ويرتفع من هيك، أوكي؟ لكن نحكي أنا في عندي شمعة مغلقة مرتدة من الحد الأدنى للقناة، لكن سبقتها لكن تركتها شمعة مغلقة أخرى وكسرت القناة. وأنا حقولكم كمان إنه مستحيل إحنا ندخل مباشرة، يعني حتى أنا عندي أعطيكم مؤشر، نحن هناك عندي هنا شمعة مغلقة كسرت القناة، لكن مستحيل أدخل مباشرة أنا. أنا هنا أدخل من تصحيح، أوكي هنا أدخل من تصحيح، أوكي؟ طيب والله أخي مجود لا ممكن ترسم الأرناقات، ممكن ترسم على الأرناقات، ممكن كتابة كمان ترسم على ديور الشموع، ممكن ترسم ما بين إغلاق وبين الشموع فيه، ما عندك مشكلة. أنا بالنسبة لتحليلاتي صراحة أنا بطرح تحليلات نيوتن، الحمد لله أغلبها بتصيب الهدف. أنا أغلب تحليلات ترسم على إغلاقات، إغلاقات الشموع، وبرسم عليها قنوات وبحدد اتجاهات وبحدد أهداف وبحدد حتى مستوى فيبوناتشي على أساس إنه إغلاقات الشموع، أنا كل من هذا النوعين. لكن برضه أنا بنية من كل الاختراع أو الكسر هي أكثر من شمعة، ليس شمعة واحدة فقط. طيب الآن ليش تفضل زيكو؟ شفت شو التطر بعدين؟ تفضل شو التطر بعدين؟
طيب ايش هو القاعة اللي اخذها معز؟ اذا طلعتوا معلش اتركوا معي. طيب لانه انا لما نحطها على الان اول شيء بنشرح تفصيلات نستطيع ان نحدد الاتجاه العام للسعر من خلال رسم القناه الكبرى. انا كاتجه للقناه الكبرى من الفريم الاسبوعي اللي كان اوكي استاذ دانيال سمعت معنا من الفريم الويكلي او الديلي. اوكي الان لما نرسم اول شيء خط الاتجاه هابط المقابلة نرسم طبعا على قمتين على قمتين وضحتين ممكن نرسم من اغلاق الى هاي. لحظة هنا لحظة الى هون لحظة هون واضح اني رسمت ايش انا؟ مين جاوبني؟ بدأت رسم الاستناد الاول من هاي ولا من اغلاق؟ تمام من اغلاق. طب هنا من المستند الثاني من القمة الثانية اللي هي الادنى من قبل الاتجاه هذا رسمنا من اغلاق من هاي؟ هنا من هاي تمام. إذا رسمنا الترند كأول خطوة رسمنا الترند ما بين إغلاق وهاي تمام. الآن نرسم اتجاه نرسم الآن نبحث عن أول قاع. فكر نبحث عن أول قاع. أول شيء أول خطوة نرسم خط موازي لهذا الاتجاه. أنا شخصياً برسم خط موازي على إغلاق قاع بالنسبة لي بتحويلاتي برسم على اغلاق كاول خطوه مش على لود. ليش؟ انا بقول لكم ليش انا بعتمد الاغلاقات بالخطوه الاولى؟ لانه سعر ممكن ما يوصل للود. يعني اذا انت رسمت مثلا هنا على فبالتالي انت بدك منطقه شراء. اذا انت رسمت الخط الموازي للقناه بحيث تكون القناه اذا رسمت هنا من اللو والسن الاغلاق كالخطوه الاولى هنا لكن السعر ما يلمس الحد الادنى فانا بدي احرك فرصه الشراء. اوكي بدي احرك فرصه الشراء فبكون هنا طبعا انا بهم انه شو بهم انه ارسم من الاول على اغلاق الاغلاق. الان نقطه اغلاق تبدا هنا ايش؟ تقتنص تقتنص الفرص كابتداء او ككبسه او كاختراق لان هي قناه هابطه على وين الاختراق وارتداء الحدود الان انا النقطه اللي بدي اشرحها بهاي الجزئيه النقطه اللي هو قلت لما نرسم قناه هابطه على فريم الويكلي او الدولي بروح على فريم الاربع ساعات وابحث عن قناه صاعده بحيث اني انتظر كسرها. ليش؟ علشان امشي مع الاتجاه العام. إذا أنا من الفريم الويكلي أبحث عن الاتجاه العام للسعر هابط، كيف أعرف إنه هابط؟ لأنه فعلاً تحدد لي أنه قناة هابطة، فعلاً والله قناة هابطة ماشي فيها سعر. بالتالي بروح على فريم الدولي أو على فريم الأربع ساعات وبنتظر إن السعر يصحح بقناة صاعدة صغيرة. ليش أنا بنتظر إنها تكون قناة صاعدة؟ لأنه أنا بدي أمشي مع الاتجاه العام، إيش الاتجاه العام على القناة الويكلي؟ هابطة. بالتالي انا بنتظر الكسر على قناه الاربع ساعات او قناه الدوري بحيث انه يتم كسرها. اوكي؟ هلا لاحظوا هنا هذه القناه الصاعده طبعا نروح على الدوري بنشوف انه في قناه صاعده بمجرد كسرها بمشي مع الاتجاه العام للقناه الاكبر اللي هي الهابط. اوكي؟ الان بخصوص تحديد الاهداف بخصوص تحديد الاهداف الان ممكن اني احدث عن طريق فيبوناتشي او عن طريق هلا بحكي لكم طريق اللي هو رسم المسافه العموديه ما بين حتى القناه ونفسه اللي هو الكسف للهدف فبكون الهدف اللي هو البيت. او نستدل على ان اتجاه الحالي للسعر داخل القناه بدا يضعف. هلا هون انا في نقطه مهمه جدا كنت تتوقعوا متى ممكن نبيع او متى ممكن يبدا كسر القناه. هنا طبعا نلاحظوا لما نبدا برسم القناه او شو نرسم خط الاتجاه لاحظوا انا برضه نفس الشيء رسمت على لانه واضح لاوحى لي انه هنا الاغلاقات التي اعطتني رسم واضح واعطتني رسم اكيد لمسار السعر. فرسمت مقابلها الخط الموازي لها تشكل هذه القناه. لاحظوا هنا اخواني لما اراقب السعر ماشي داخل هذه القناه لاحظوا هنا شو صار لهون؟
السؤال هنا طب صح؟ ممكن واحد فيكم يدخل دور، ممكن واحد يقول لا والله بدي انا اشوف، بس بدي اشوف، بدي اشوف انه هل هو بدأ يضعف الاتجاه الصاعد، كيف بعرف انه بدأ يضعف الاتجاه الصاعد؟ لاحظوا يا اخواني تشكلت لدى القمة ادنى من القمة السابقة التي لمست الحد القمة العلوي، اوكي؟ اذا اخر قمة عليا لمست حد القمة العلوي، بالتالي صنعت لي شمعة قبة. طيب في مكان بدون شخص مباشرة بس انه والله اشارة اضمن او اوضح. رجع السهر كون لي قمة اخرى. اها لكن ما رجع لحد القمة العلوي، شامل كسر القمة، كسر القمة. هنا طبعا كسر القناة بأكثر من شمعة، ممكن تدخل تصحيح، ممكن تدخل مباشرة، إذا تدخل تصحيح كان ممكن تدخل هنا تصحيح، بينما ممكن تدخل مباشرة بعد شمعتين من الكسر، طبعا بيكون عندك من فعل كثير من لدي الهبوط، أوكي؟ إذا هاي أول إشارة أنا راح أعطيكم إياها هنا بإنه متى ممكن أن أتوقع إنه السعر الآن سيكسر القناة كسر حقيقي. لما اشوف انه كيف كان مسار السعر داخل القناه، كيف كان اسلوب السعر، كيف كان تصرف السعر، رده فعله داخل القناه، لاحظت بانه ما رجع لحد القناه العلوي، بالعكس ما وصل لها اصلا ولا حتى وصل لمنتصفها، بالعكس قام بكسر القناه. طلع هنا ايش؟ بالضبط. هلا نيجي اخي اسامه هنا على استخدام المؤشرات. بالضبط انت هون ممكن تستعين بالمؤشرات اللي بتعمل لي او دايفيرجنس واضح مثل الار اس اي، مثل الستوكاستيك، مثل الموت بي. وانا بالنسبه لي الموت بي هو اقوى، وراح اشرح لكم الان بعض انه الستوكاستيك اذا كانت بين اكثر من اعدادات لها واختلفت الاعدادات لها. بالنسبه لي انا الار اس اي كمان جميل، الار اس اي تمام، لكن بالنسبه للموت بي اجمل لانه بيعطيك تقاطع، بيعطيك تقاطع. وتبعت موت بي طبعا هون عندي انا المادي كثير وكبار المحللين اللي بيستخدموه هو بيعطيني طبعا دايفرجنس واضح من القيمه اللي عملت الهيستوغرام. طبعا عندما يتحقق لدينا وجود دايفرجنس من الافضل مثل ما حكيت لكم المادي الار اس اي طبعا اذا جاته 21 ما بيعطيك دايفرجنس واضح 21 بينما ال 14 وال 9 بيعطيك دايفرجنس حلو. اوكي؟ اذا بخصوص دايفرجنس 9 وال 14 بينما ال 21 لا. ال 21 كسر خط ال 50 بال ار اس اي باعدادات ال 21 بيعطيك تاكيد لهبوط او صعود. اوكي؟ اذا بخصوص اعدادات ال ار اس اي 21 ممكن يعطيك بكسر ال ار اس اي لو خط المستوى 50 لاعدادات 21 يعطيك تاكيد هبوط او تاكيد صعود. بينما بالنسبه للدايفرجنس انا بنصحكم باستخدام ال 14 او ال 9 كاعدادات ار اس اي. الان بالنسبه للموت دي بالنسبه للموت دي لا، خليه باعدادات الاضطرابيه، ما تقرا باعدادات الموت دي، خليه الاعدادات الاضطرابيه. الان مؤشر الموت دي اذا هو اللي انا بقولكم استعينوا فيه مع القنوات السعريه بحيث انه القيمه الواقعه للموت دي بعمليه الهيستوغرام كويسة لأنك تشوف بأنك عندك دايفرجنس زائد ضعف لحركة السعر صاعد أو هابط داخل القناة وعدم وصول السعر لحد القناة العليا أو السفلي وبدأ بده يكسر. هون أنت ممكن إيش تعمل؟ تقول والله هون في عندك كسر حقيقي وبدأ السعر يغير اتجاه من صاعد إلى الآن عندك ستايل أخطائي. الآن شوفوا إخواني هنا، لاحظوا ان السعر الان ماشي بقناه، ماشي بقناه صعبه. اوكي؟ انا ما بقول لكم هون انه كيف نبدا الرسم، لا خلاص. انا بقول لكم هو في واحد جاي وشاف والله ان السعر صعب. قام تعمل رسم اول شيء خط تريد صعب، بتفهم رسم خط تريد صعب. بعدين رسم خط موازي له، كلهم بقناه. اها تمام. اوكي. الان احنا نجد هنا مره ثانيه بخصوص المؤشر، انا بهمني هنا في المحاضره اليوم بهمني المؤشرات التي استعين بها في معرفه الدايفرجنس. ايوه اقوى المؤشرات لاستخدام الدايفرجنس بالنسبه لي الار اس اي ماك دي. الستوكاستيك في ناس تستخدمها لكن انا كخبرتي الشخصيه الار اس اي ماك دي. الماك دي بهمها بوجود عمليه هيستوغرام واعدادات الاضطرابيه، هذا الماك دي.
الان بالنسبه للار اس اي اذا بدكم تستخدموا الدايفرجنس استخدموا باعدادات الار اس اي 9 او 14. اوكي؟ ار اس اي 21 بفيدكم فقط تكسر مستوى ال 50 بانك تتاكد انت الهبوط عندك مؤكد او الصعود عندك مؤكد، اوكي؟ فبالتالي ار اس اي 21 ما بفيدني في الدايفرجنس. اوكي؟ الان اذا مره ثانيه هلا هون انا عندي انت دخلت الشات عزم. طبعا عزمهم تزميني طبعا عزمهم، لكن انا اكدت لكم من بدايه المحاضره بانه اذا انا بدي قناه سعريه قويه اربع ساعات والثاني اللي اذا انا بدي اقتراب او كسر حقيقي بالضبط، بينما الساعه والنص ساعه لا، ممكن والله يخدعك، ممكن اذا انت رسمت قناه صاعده الساعه وتم كسر لا ممكن يرجع يكتب مره ثانيه، بينما اربع ساعات ليش؟ لانه بيكون السعر هنا استنفد طاقه في الصعود او في الهبوط على اربع ساعات او على الثاني. اوكي؟ هيك اللي بيساعدني باني انا احدد جهه العام بالسعر. والدايري اربع ساعات بحدد لي بيه موضوع الدخول. سواء بكسر القناه او باختراقها. اذا مره ثانيه بشكل مختصر الويكلي بحدد لي الاتجاه العام سعر. هيا في اتجاه صاعد هذا الويكلي. الدايري اربع ساعات بس استفيد منهم بكسر او اختراق. وجود دايري الدايري. هلا انا ناخذه قدامي. السعر ماشي باتجاه صاعد. ماشي؟ ماشي باتجاه صاعد. بالضبط هو ممكن يكون اختراق كاذب او يكون صغير، ربع ساعة ونص ساعة، يعني بصراحة يكون اختراق كاذب ويعني روع النقاط. طيب الآن عندي هون أنا باتجاه صاعد، شوف الآن أنا كيف عرفت؟ شوف أنا كيف بلشت؟ بدأت أبدأ أعرف أو الآن أنا بدي أترقى في عندي كسر كيف؟ هلا هون وصل السعر لا هنا حد القناة السفلي هي قناة صاعدة. واحدة هي الماك دي هي الماك دي ماشي؟ طيب ارتد رجع لسه انا ما عندي دايفا جنس انا ماشي تمام ما عندي دايفا جنس وصل السعر لم تصل القناة اخترق لي اعلى وصل لحد القناة اها تمام. هلا لما وصل لحد القناة هون صار عندي انه السعر متصاعد تمام؟ صار متصاعد بينما شمال الماك دي ماكدونالد يعمل قمه اعلى من قمه. ايوه الماكدونالد رعت بده يطول لي قمه دام اقل من القمه الصاعده، كانه بيحكي لي هون انه انتبه انتبه في عندك كسر حقيقي. تمام؟ الان الكسر الحقيقي انا هنا كيف ابدأ فيه؟ لازم يكون عندي كسر واضح او اغراق تحت ايش؟ هلا ممكن تحت ايش؟ ممكن يكون تحت منتصف قناة رقم واحد، ممكن يكون تحت ممكن يكون كسر القناة نفسها. اوكي؟ الو نسمع الصوت؟ تمام الحمد لله. إذا مرة ثانية إذا أنا لما يوصل السعر لحد القناة العلوي أو السفلي ولكن السعر صار في عندي هنا خلل بعدين السعر ما بين المؤشر عند الماك دي او الار اس اي. هلا السعر متصاعد بينما الماك دي هابط اها اذا راح يصير حقيقي. اوكي؟ او اختراق حقيقي. الان كيف انا بدي اعتمد اذا كانت القناه طبعا هنا يعني قناه كبرى وليست قناه حاده، اذا كانت القناه كبرى هنا بعتبرها قناه كبيره يعني في المسافه ما بين القمه والقاع كبيره نوعا ما. ما بين القاع والقمه كبيره معه، فبالتالي انا في عندي مجال، في عندي مجال اعتمده اللي هو منتصف القناه. بحيث انه اذا بنت انكسره مع تقاطع واضح للمكتبيه، تقاطع واضح للمكتبيه، هون بقدر اني اعتمد مع عمليه ايش؟ البيع، ليش؟ لانه صار عندي دايفر بس. رقم اثنين، رقم اثنين صارت تكرر لي قمم قمم قبل من قمم. القناة هاي السعر شوفوا كيف السعر بدوش الارتفاع اللي عنده حد القناه يعني السعر عم بدوش عم بدوش. بالتالي طبعا بدي اكد على شغله ثانيه. بس ثاني الان طبعا هنا عندي انا طبعا لما يتم الكسر لما يتم الكسر بالاغلاق طبعا يفترض بانه احنا بالضبط انه احنا نستنى او ننتظر تاكيد للاختناق. تاكيد للاختناق طيب تاكيد الاختناق بشمعة مرتدة أو بشمعة شمعة أخرى مغلقة طيب تحت منتصف القناة ماشي؟ لحظة
شغله، شوف انتبهوا، لاحظوا اخواني بعد ما صار عندي دايفرجنس هنا السعر ضل مركب منتصف القناه، صح؟ بقي السعر مركب منتصف القناه، لكن رجع هنا القمه اقل من القمه السابقه، يعني ما رجع ما زار حد القناه الاول، فانا هون هي اشاره اخرى يصير في عندي كسر حقيقي، نعم؟ اذا الاشاره الاولى اجت دايفرجنس، الاشاره الثانيه بانه بعد بعد الارتداد من منتصف القناه صار عندي السلام عليكم يا شباب. مكتوب في اخر وليس فقط في نفسها. واضحه النقطه الى هنا يا اخواني نقطه الايمان. واضحه؟ الصوت واضح يا جماعه؟ طيب يا ريت الله اذا واضح الصوت تكتب لي رقم واحد. طيب انا الان اخر نقطه شرحتها اللي هي موضوع نقطه الامام اللي هي ان يكون ستوب اغلاق فوق اخر قمه قبل الكسر، واضحه هاي النقطه؟ تمام، اوكي بعيدها الان بشكل سريع. إذا إخواني هنا بهذا الشات هو اللي بيلخص لنا بصراحة موضوع المحاضرة اليوم، بيسهل عليكم إنه تفهم كيف تدخل الفرص. الآن أنا دخلت من عندي شارت حددت فيه بإنه أنا عندي قناة صاعدة. أيوه. أول أنا أبحث عن إشارات تدلني على إنه أنا بدي أبيع ولا أشتري ولا متى راح ينكسر النقطة الصف ولا متى راح يصير. هلا هون طبعا أنا بهمني أبحث إشارات أهمها الدايفرجنس بين الماك دي او الار اس اي والقمه التي يقودها السعر داخل القمه. اوكي؟ هذا الدايفرجنس بيساعدني في معرفه بانه بدا السعر وضعه، بدا الاتجاه العام الصاعد وضعه. اذا انا الان بستفيد من موضوع الدايفرجنس وهو الاشاره الاولى بانه بدا السعر الصاعد داخل القمه الصاعده وضعه. هذه أول إشارة بتقلي أو بتدلني على إنه الآن في عندك اتجاه انعكاس الاتجاه. في أنا عندك الآن هبوط، رح في حيصير عندك هبوط انتبهي. الآن هذه أول إشارة. الإشارة الثانية اللي بتدلني بإنه في عندي هبوط قادم
ان هي تكوين قناه، سوري تكوين قمه ادنى من اخر قمه لمس فيها السعر حد القمه العلوي. اوكي، اذا الاشاره الاولى، الاشاره الاولى اللي اعرف انها بانه السعر سينعكس وجود دايفرجنس. وجود دايفرجنس معناها سيكون فيها ضعف في السعر، ضعف في الصعود. رقم اثنين، الارتداد من منتصف القناه، الارتداد زائد تكوين زائد تكوين قمه ادنى من اخر قمه لمس فيها السعر حد العلوي، وهذه القمه الاخيره لم تصعد من حد العلوي للقناه، هذه الاشاره الثانيه. اوكي؟ هاي الاشاره الثانيه بعد اشاره الفجز اللي بتقول لي انه الان انتبهي راح يصير في عندك بيع عكس الاتجاه. الان الاشاره الثالثه والنظريه اللي انا بشوفها بعيوني، لا البيع هي كسر منتصف القناه متزامن معها طبعا انفراج المادي او تقاطع المادي، تقاطع بيع المادي. اوكي، اذا رقم واحد اشاره الدايفرجنس، رقم اثنين اشاره انه يكون عنده قمه اقل من قمه، وده خلاص بحس ان السعر خلاص مش راح يوصل، مش راح يصعد مره ثانيه لفوق. الاشاره الثالثه كسر لمنتصف القناه متزامن معها تقاطع المادي. متى يتم الدخول؟ الماديه يا اخي ما بتكون مرتبطه بخطوط الماديه. في عندك عاده الهستوغرام اللي بستفيد منها من تكوين القمع والدايفرجنس، وخط التقاطع المتوسط، متوسط التقاطع الاحمر. اوكي، بس هذا مهم لكل شيء، اللي هو بتيجي للتقاطع يعني بيع او شراء مثل هيك. لكن هي طبعا في له ثلاث اعدادات او ثلاث ارقام اعدادات اللي هي ابعاده، اوكي، اللي هو العمق والمتوسط الحسابي وبالنسبه للهستوغرام. الان طبعا احنا هنا لما صار عندي كسر لمنتصف القناه بعد الدايفرجنس وبعد تطبيق اخر قناه ادنى من القناه الاخرى هو طبعا انه في ناس بيدخلوا مباشره بيع، في ناس بيدخلوا مباشره بيع، بنحكي الان عن دخول البيع، في ناس بيدخلوا مباشره، اللي بيدخل مباشره بيع طبعا الان بده يحدد له ستوب مناسب. الستوب اخواني كيف نحدده؟ انا بقترح عليكم بانه يكون فوق اخر قناه هنا، فوق اخر قمه، فوق اخر قمه ب 20 30 نقطه مثلا، ممكن تكون هيك، خلينا نقربها عشان ما تقولوا لي انت لحظه بس مش ممكن واحد يقول لي فوق اخر قمه مثلا ب 20 30 نقطه، يفضل هيك فوق اخر قمه حسب الفريم، اذا عندك انت فريم الدوري لا انا بفضل يكون فوق اخر قمه ب 40 نقطه، يمكن يكون اذا كان عندك فريم الدوري، إذا كان فريم الأربع ساعات ممكن ب 30 نقطة، أيوه علشان أنت تحاول إنك تستبعد موضوع الأخبار والحركة المفاجئة للخبر. طبعاً هنا إنه طيب الآن الستوب حددناه مثلاً فوق آخر قمة صناعة السعر قبل الكسر، آخر قمة قبل 30 نقطة حسب الفريم. الآن أنا ما بحكي إنه مجرد لمس، لا أنا بقول له الإغلاق فوقها، الإغلاق فوق هذا الستوب اللي حددته. إذا السعر ما أغلق فوقه بدنا نستمر بالبيع. أيوة أخي، في ناس تستخدم الستوكاستيك، ناس تستخدم الستوكاستيك، لكن أنت هنا بصير عندك اختلاف في الإعدادات، اختلاف في إعدادات الستوكاستيك حسب أنت وتجربتك معه، حسب تجربتك معه. بينما معروف معروف للمحللين الكبار الموجات غيري عنده كمية كبيرة من الأرسال، يعني أنت ليش بدك تبعد عنهم؟ المبنى الأرسال بيعطوك يعني بيعطوك شكل جميل لتأكيد البيع والشراء، شيء جميل يعني. الاستوكاستيك ممكن يفتح التقاطعات يعني القيمة تبعته، أنا استخدمته بصراحة، أنا جربته الاستوكاستيك، لأنه بصراحة مرة مع إني كثير غيرت إعداداته. والله يا أخي زيكو بخصوص موضوع التشبع الاستوكاستيك، والله العظيم أنا بصراحة أحكي لك إياها يعني أنا ما بفضله. يعني صراحة خدمني في أكثر من موضوع، صراحة أقول لك إياها يعني. يعني لا هو بينفع بالتشبع، ولا هو بينفع بالتقاطعات، ولا هو بينفع بالدايفرجنس، لكن بصراحة يعني. بينما عندك المقدير والله إنهم بيمشوا معك تمام يعني بيخدموك بشكل صادق. الانتربريت السار، السار يا أخي بيعطيك بس بيعطيك هو أنت قصدك السار كمقاومة وشو اسمه بدل؟ ترى هو اول شغله ترى نقاط السعر اللي تربط سعر حلوه في انك تعرف
والحديد المقاومة والرئيس رأس التشبع أو الدوجنس. والله أنت حر، يعني أنت أخذيك أنت أحرارك من دوز تفاستك، أنت أحرار جربوه جربوا أنت ما بدكم، بس أنا صراحة ما أقبل، يعني ما احترام شد لكل مستخدمينه ما بقبل استفاستك أبدا ولا والله أنزكم إياها ولا يعبر الشراء. يعني ممكن ينزل من تحت حدود الثمانين، ممكن ينزل من تحت حدود العشرين، أو ممكن ينزل من دون ويعطيك يعني يشطح لك الشراء ويعطيك يعطيك قلم قلم ثاني. طيب اوكي بنخلي اسمكم سكر الشات. ممكن استاذ عبد العزيز اذا استاذ عبد العزيز يعني اذا هذا الشيء بشوش على الاخوان ردوا على سكر الشات ويفتح بعضكم الدائره. طيب الان زي ما حكينا انا شرحت هنا ثلاث اشارات لمعرفه كيف السعر بضعه. رقم واحد يزيد داو جونز، رقم اثنين قمه اقل من قمه، بالتالي بنعرف ان السعر بلش يضعف ما وصل للحدود العليا للقنابل الصاعده. رقم ثلاثة الكسر مع الهبوط، هذا الشيء بيعطيه طبعا ارقام جدا كبيره. الان بدنا نيجي على موضوع ال شوف السلايد الثاني. الان نيجي طبعا موضوع اللي هو تحديد الاهداف المستهدفات السعريه. المستهدفات السعريه طبعا اثنين بطريقتين انا راح اشرحها لكم الان. القياس تعتمد القيم والقيم. اخر جمله انت قصدك عن السلايد السابق. طيب ملخص يعني. طيب الان الملخص طبعا اللي حكينا ايوه استاذ اسماعيل عم بقول انه اذا 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 ردودي على اسئله عن تشتت الاخوه سكر الشات. او انه ادخلي الشات مفتوح بس الاخوه بلاش يعني تسالوا بعد شوي يعني. طيب الان هي سؤال كيف نرسم حبة سهلة. اوكي طيب ترسم خط عمودي بين القناتين. ممكن انا اشرحها بالكلام يعني. ترسم خط عمودي بين القناتين هكذا. شفتوا؟ مثلا ترسم خط عمودي قطع عمودي بين القناة بين الحبين بين حبي القناة قطع عمودي. تضغط عليه دبل كليك طبعا هذا الشات تضغط عليه دبل كليك راح يعطيك ثلاث حدود لهذا الخط العمودي، حد اعلى حد اوسط حد ادنى، وانت طبعا حترسم خط موازي من خلال الحد الاوسط. خلاص ماشي مش رح اضغط على الماوس. خلاص ما تزعلوا ما راح اضغط على الماوس مرة. اوكي قاعدة زوجة. طيب الان ننتقل اذا هذا ملخص الاستايد هذا بشكل سريع. رقم واحد كيف احنا نعرف كيف نتوقع انه السعر راح يعكس الاتجاه. رقم واحد ظهور اشارة دايفرجنس. رقم اثنين ظهور قمة اقل من السابقة لم تصعد الى حد القناة. رقم ثلاث الكسر زائد الانفراج المادي. هذه ثلاث شروط كريم جدا بصنع فرصة قوية واضحة وجميلة. الآن تحديد الأهداف السعرية. رقم واحد كان عن طريق الأسلوب، يعني أسلوبين في تحديد هدف الشراء والبيع. رقم واحد يرسم خط عمودي بين حبي القناة، ترسم خط عمودي بين حبي القناة بس، والمسافة العمودية اللي أنت رسمتها بتحددها من مستوى الاختراق، من حد القناة محل ما تم إطلاق القناة. أوكي؟ إذا هذا هو الأسلوب الأول في تحديد هدف البيع والشراء. واضح؟ واضح؟ تمام. طيب رقم اثنين الأداة الثانية التي أنا أحبها كثيرا
والتي بصراحة أفادتني وكانت سابقة جدا عندما أعرف كيف أستخدمها اللي هي التبراتي. الأدوات اللي أنا زي ما قلت لكم بفضلكم أنكم أنتم تتعلموها مزبوط وتحفظوها وتعرف كيف تتعاملوا معها وتصير سويقة لإلكم. أدوات التبراتي هي أيضا تفيد بإني أنا أحدد الأهداف. طبعا يا إخواني ممكن واحد يسألني ممكن واحد يقول لي طب أنا كيف بدي أحدد القمة والقاع لفيبوناتشي؟ من وين أرسم القمة تبعت فيبوناتشي؟ من وين أرسم القاع لحتى أعرف أنا هدفي القادم للاختراع؟ طيب شوفوا يا إخواني الآن القناة السعرية التي تم اختراعها بسأل نفسي سؤال وين هاي لإلها؟ وين اللي لإلها؟ القناة السعرية اللي أنا تم اختراقها واللي اعتمدتها أنا في الدفع شراء. أوكي؟ إذا كيف أنا أرسم حدود فيبوناتشي؟ إعادة بعيد لكم مرة ثانية علشان تكونوا معي. من وين أرسم قمة وقاع فيبوناتشي؟ على القناة السعرية الأخيرة. أنا هلا بقول لك ليش ما احترمش ال 61؟ هلا بقول لك ليش ما احترمش. كيف ممكن انا ارسم حدود فيبوناتشي اللي انا بدي استفيد منها بتحدي بعد اختراع؟ بكل سهوله يا اخواني، انا ببدا اعرف اين بدات رسم القناه، اين بدا اتجاه القناه الصعب. اهلا بقول لك يا اختي ايمان، اهلا بقول لك الله يسعدك. وين فيبوناتشي؟ الآن بما إنها القناة هابطة، ببدأ رسم الفيبوناتشي من قمة القناة إلى قاعها. أوكي؟ إذا بما إنها القناة هابطة وتم اختراقها شراء، ماشي إيمان معي؟ بما إنها القناة هابطة وتم اختراقها وبدي أشتري أنا، بلاش بدي أشتري. هذا مش بعمله إيمان، أرسم حدود الفيبوناتشي من ها من الهاي اللي يعني اعلى القمه او اعلى القناه الى ادنى لو للقناه. اذا اعلى هذه القناه الصاعده الموجه الهابطه الاخيره التي صارت الى ادنى لو للقناه. بعد ما تقول الفيبوناتشي واضحه هون كيف ارسم الفيبوناتشي؟ واضحه؟ اذا من اعلى هاي للقناه إلى أدنى لون القناة. الآن تم اختراق القناة فيني يكون دخل مباشرة. لاحظوا هنا فيني يكون دخل مثلا من بعد اختراق 38 فيبوناتشي 38 يعني متزامن. يعني هذه إشارة رائعة جدا، يعني إنه والله السعر اختراق قناة 38. طبعا هو 38 هذا صديق مقرب جدا ترى، 38 هذا كويس كثير، هذا أحبه كثير يعني ودائما أتعامل معه. الآن في ناس تدخل منها مباشرة، في ناس شو بتعمل؟ في ناس واعية، في ناس منتبهة، في ناس لها يعني خلاقة جولات مع الشخص، يقول لك لا أنا بستمر السعر يجي، أنا بستمر السعر يجي ويرجع لعند الحد هنا يختبره وبعدين أطلع. تمام بعلق أوانس. هنا في ناس دخلت، إحنا نمشي والله مع بدنا شراء. الآن أنا بدي هدف، بدي هدف. زي ما حكينا الاسلوب الاول يمكن انك تعتمد المسافه العموديه القناتين وتعتمد هدفك. في ناس بتقول لا والله انا بعتمد مستوى ال 61 هو هدفي. اوكي؟ في ناس تعتمد مستوى ال 61 هدفها. وانا بالنسبه لي برايي الشخصي، برايي الشخصي اذا تم اختراق ال 38 وفي عندي قناه سابقه هابطه واضحه تم اختراقها، أنا هنا هدفي الشخصي 61 وياكم، يعني صراحة أنا هدفي الشخصي 61. وهيك أنا ترى كثير أنا بتحويلاتي في المنتدى أعتمد ال 61 كهدف، أنا بعتمد كثير كهدف. طب ممكن بس لو سمحت أستاذ عبد العزيز أستاذ سمير بس أشرح أنه ليش لم يحترم السعر 61؟ معلش بس أشرح آخر نقطة. لاحظوا إخواني السعر هنا الضب 150، لاحظوا كيف السعر اصطدم بال 50 وقف عند الذبذب. طيب هو في قاعده عامه معروفه، اذا السعر تذبذب عند اي مستوى فيبوناتشي
فاعرفوا انه راح يخترق كالصاروخ المستوى اللي بعده. اوكي؟ اه مفهوم لها؟ تمام. اذا معروف بانه اذا السهر تدرب عند اي مستوى فسيخترق كالصاروخ المستوى اللي بعده، عطول يروح على المستوى اللي وراه. فهمت الهدف؟ اذا هذه اخر اخر جزئيه طرحتها قبل، بترككم البريك استريحوا شويه ونجي ان شاء الله بعد 5 دقائق. يعطيكم الف عافيه، شكرا لحضوركم.